لا ولا من بلدان ديج أنا ممرض طبعا اتطوعنا لأنه بسبب الأحداث اللي صارت بالضفة الغربية بسبب اقتحامات الجيش وإصابة الناس في الشارع، ولأنه بصراحة الإسعاف الميداني بيساعد من ناحية إنه الإسعافات صعب إنها تفوت على المخيم في ظل الاقتحامات المستمرة، وإنه صعب بتوصل للإصابات. والموقع الجغرافي للمخيم، لانه احنا بنكون عارفين الموقع الجغرافي يعني بنساعد الاسعافات انها بتوصل للاصابات بشكل اسرع، واحنا طبعا بنكون يعني متعاملين معها. متطوع في مركز شباب بلاطه ووحده الاسعاف الميداني وفريق الهلال الاحمر. طبعا احنا بالاحداث الاخيره في مخيم بلاطه بنواجه صعوبات كثيره جدا من قبل جيش الاحتلال وعدم الوصول سيارات الإسعاف لمخيمنا من قبل الإصابات، ولكن إحنا في المخيم بنقلل من حدة الإصابات قدر الإمكان بسبب عرقلة المرور من قبل الإسعافات، وإحنا فريق متكون من بين 70 شاب وشابة متوزعين على 4 مناطق من المخيم. الفريق متكون في معنى تمريض، في معنى دكاترة، في معنى متطوعين، في معنى دارسين علم طب نفس وكثير شغلات. احنا بنخدم المخيم قدر الامكان وبنواجه صعوبات كثيرة من قبل الجيش، بنواجه صعوبات بالمخيم لانه احنا ما فيش حدا عندنا بهذا الحكي وفيش حدا واقف معنا. احنا في عندنا نقص معدات كثيرة في المخيم وصعب توفيرها للمخيم. طلع أمل وحال فرمان.